احنا طبعا قبل ما عايز اخش في جزء كتير ده على الحاجات الاساسيه او تخش للخوف السيف، لكن في حاجات تانيه انا هنوه عنها على السريع لان انتوا هتفهموها بسهوله. يعني لو قلت الاوردر ستيتس دوت، احنا قلنا ان طبعا كلير احنا عارفينها بتفضي كله، والكابي لو احنا عايزين ناخد 6 جوه 6 او 6 2 بتساوي 6 3، بس قول 6 3 كابي دوت كابي، وعارفين طبعا الكابي بتاخد نسختين في الميموري، اما بتساوي بس بيبقى الاثنين بيشاوروا على نفس المكان. بوب بتعمل حذف، دايما البوب بتحذف اخر واحد، ما عندناش هنا بالاندكس لان ما فيش اندكس اصلا، وانا ما بحبش البوب اصلا مع الست لان بتحذف اخر واحد. طب هو اخر واحد انهي واحد فيهم؟ لما هي ان اوردرد ليست اصلا، يعني قائمه مش مرتبه، فممكن تحذف لك اي حاجه. يعني البوب بتحذف اي حاجه تقابلها، ما تقدرش تتوقع هي هتحذف ايه. تمام؟ عشان كده احنا مش بنحب نشتغل على البوب دي، لان مفيش اندكس ومفيش ترتيب، فما بتعرفش ايه اللي هيتحذف. وعرفنا الريموف وعرفنا الابديت، يعني خلاص تمام كده جاهزين للايه؟ للحاجات اللي هي الخاصه بالست. نسيب كده ونقول دكتور ايوه، اذا بدي احذف بدي احذف يعني مش عارف اقول، اذا فيش اندكس طب بدي احذف شيء معين يعني لازم احطه بالضبط يعني؟ احنا قلنا اللي هي يا ديسكارد يا بريموف، ما عندكش اندكس اصلا عشان تعمل حتى طريقه ثانيه تحذف بالاندكس، مفيش. فهمتني؟ مفيش اصلا اندكس. فانت بتحذف الحاجه باسمها اللي انت عارفها بتحذفها بس. دي الطريقه الوحيده. نعم. تمام؟ طيب. تعالى بينا نعمل ايه؟ احنا كنا عاملين ايه؟ ويت بيمنت ويت بارشال بيمنت، ماشي. تعالى نعمل كده. وتعالى ناخد أول موضوع في موضوعات الست. أول موضوع في موضوعات الست أصلي اسمه اليونيون. واليونيون يعني الاتحاد. تمام؟ يعني عندك ست فيها مجموعة بيانات وفي ست تانية فيها مجموعة بيانات. بنعمل ايه؟ بنجيب كل البيانات اللي في الست الاولى واللي في الست الثانيه واللي مشترك ما بينهم كمان. تمام؟ في علامه ليها، في بنكتب فانكشن اسمها يونيون او بنعمل علامه اسمها الباي اللي هي الفيرتيكال بار دي اللي هي العلامه الواقفه عشان يجيب لك الكل على بعض. ودي تمثل عندنا اللي هي تمثل عندنا ان احنا جمعنا اثنين ست على بعض. ان جمعنا اثنين ست على بعض. لو رحنا كده ادي مثلا اوردر ستيتس واحد مثلا. تعالى نعمل حاجه اسمها اوردر ستيتس 2، كنت عامل بيت وعملت بارشل بيت وعملت كومبليتد. ليه عملت كومبليت؟ عشان اوريكم دوت كده مشترك ما بينهم، صح؟ كومبليت ده مشترك ايه؟ مشترك ما بينهم، صح؟ لو قلت نيو او اوردر ستيتس 3 يعني اوردر ستيتس الثالثه بتساوي الاوردر ستيتس الاولى، وبعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل عملت علامه الفيرتيكال بار دي شايفينها؟ والاوردر ستيتس 2 تمام؟ عملت الفيرتيكال بار دي اسمها باي تمام او فيرتيكال بار تمام. تمام. لو جينا عملنا برنت الاوردر ستيت 3 ودوسنا انت 5 طلع لي الريفاند والشيفد والبندنج والبيد والكومبليت والكانسل والبارشال كومبليت. جت كم مره؟ جات مرة واحدة بس، تمام؟ جات مرة واحدة. طيب. يعني احنا دلوقتي بنعمل يونيون اوردر 1 اند
order status 2. تمام، دي الطريقه الاولى. تمام، دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه ان احنا نستخدم الفانكشن اسمها يونيون، ان انا اقوم قايل اوردر ستيتس 4، اعمل واحده رابعه واقول ايه اوردر ستيتس 4 انا عايز اعمل لها يونيون، او ما هي بتساوي الاوردر ستيتس واحد دوت دي اوردر ستيتس. هلاقي هنا كان في عندي فانكشن اسمها يونيون اصلا اهي، شايف هنا؟ ممكن استغلها باسم الفانكشن، هي بتعمل نفس العمليه بالظبط. اقول له اوردر ستيتس 2، يبقى دي التحدي هتجيب لي نفس طبعا نفس النتيجه. دي with the vertical bar ودي with the union function، وهطبع بقى ساعتها اللي ايه الاوردر ستيتس 4، يبقى ده الاسلوب الثاني لليونيون، دوس اف 5 جاب لي نفس النتيجه، بارشال بيد بارشال ريشيبت بيندنج كومبليتد ريفاندد بيد كانسل. تمام، يعني عمل جمع ما بين الاثنين بس مش اكتر. دي العمليه الاتحاد يعني اللي في كله مع بعض. العمليه المشهوره جدا ودي اللي دايما بناخد يعني هي الاكثر استخداما، عمليه اسمها الانترسكت. الانترسكت وبنستخدم فيه على الاوبريتور اللي هو اسمه الاند، ده اسمه الاند او اسمه الامبرساند، الامبرساند او الفانكشن اللي اسمها انترسكشن او الفانكشن اسمها انترسكشن. هتجيب لي المتقاطع بينهم. فلو احنا رجعنا للاكزامبل بتاعنا اخد نفس الفكره دي كده كابي. تمام، كابي دي بس هعمل دوت بقى ايه ستيتس 5 وده ستيتس 6 صح؟ 5 اخليه بقى بس ما اعملش دي، اعمل حط مكان علامه الايه؟ الامبرساند دي معناها التقاطع ما بين الاثنين 6، وهقول له هنا ايه؟ انتر سيكشن اوردر 1 اوردر 2 بالعلامه اللي اسمها علامه الاند، واطبع بعد كده الاوردر ستيتس 5، وقلنا دي هتجيب لي التقاطع ما بين التو سيتس. وممكن بدل ما اعمل كده اقوم جاي هنا اعمل دي مثلا اوردر ستيتس 6 واقوم قايل اوردر ستيتس 1 بس مش اوردر اونلي يونيون، اقول انترسكت انترسكت دوست انتر الاقي في انترسكشن انترسكشن اوف دي سوبر انترسكشن اوف دي دلوقتي خلاص انا بتكلم في انترسكشن انترسكشن مع الاوردر ستيتس 2. يبقى دي بقى بتعمل ايه؟ دي بتعمل انترسكشن بالاوردر ستيتس 1 اند اوردر ستيتس 2 ويز ايه؟ الفانكشن اسمها انترسكشن. اطبع 6. فطبعا الانترسكشن ما بينهم هو مين يا شباب؟ ست دي اللي هي اوردر ستيتس 5 او 6 هي عباره عن ايه؟ تقاطع الاثنين، الاثنين بيتقاطعوا فين؟ كومبليت كومبليت بس هي دي الوحيده المشتركه ما بينهم هما الاثنين، هي دي الحاجه الوحيده اللي مشتركه، فالست كلها هتطلع كلمه كومبليت. لو جينا كده جربنا هلاقي ان الست كلها طلعت عباره عن كلمه ايه؟ كومبليتد بالطريقتين بتجيب معايا الكومبليتد فقط لا غير. تمام؟ مفهومه ولا ايه يا دكتور؟ نعم واضح. زي الانر جوين يا دكتور. في داتا بيز في يونيون. انر جوين. انر. لا دي فول اوتر. الاوتر الرايت والليفت. صح. الاوتر الرايت والليفت. الانر جوين بيجيب القيم الموجوده في التو تيبلز كلهم صح؟ كل اللي موجود بينهم بس دكتور في يونيون في يونيون في الداتا بيس في انت في وفي انترسكت كمان في انترسكت هي الجوين يعني يا دكتور هي الجوين في الداتا بيس ممكن نعمل بيها جوين ما انا ما بعمل يونيون هو ما هو جوين او جوين جبت كل اللي في الست الاولى وكل في الست الثانيه كلهم عرضتهم عملت جوين ما بين التو سيتس صح تمام
بس انا بتكلم هنا انا جبت اللي في الاولى وفي الثانيه مع اللي بقى. فانا عندي ليفت اوتر جوين بيجيب اللي في الاول ومش في الثاني، والرايت اوتر جوين بيجي اللي في الاولاني اللي في الثاني ومش في الاولاني، صح؟ اللي هنا ومش هنا، واللي هنا ومش هنا. انا اجيب اللي في النص. انت تقصد ان بجيب اللي في النص ده الانر جوين العادي اللي هو ما بيجيبش اوتر يمين ولا اوتر شمال، صح؟ بالظبط. يجيب المشترك فقط لا غير. طبعا هي في اختلاف شويه طبعا بس ماشي الحال يعني. يعني هنا طبعا تشبيه دكتور. هي تشبيه صحيح، بس هو هنا عشان ايتم واحد دايما بدخله هناك بقى عشان تيبل كامل مختلفه ويبقى في كي هو اللي بيربط وكلام زي كده. احنا يعتبر يعني في تكرار كمان. احنا ما بنشتغلش غير على كيس بس، يعني يعتبر الكيس بس اللي شغال. بس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. في حاجه اسمها الانترسكت ابديت، ودي حاجه مهمه جدا. تمام. اولا دي هشيل المشترك واحط بدال حاجه، صح؟ هشيل الكليب واحط مكان حاجه. بتعمل ايه؟ ما ينفعش الصوت بيقطع، فمش سامع كويس. يعني اشيل الكومبليتد الحاجه المشتركه واحط بدلها حاجه، مظبوط؟ احط بدلها ايه؟ لا الحضرتك لسه هتقولها يعني. هي بتشترك فيها 3 ست. بيشترك 3 ست، تمام؟ فالثلاثة ست هنا بيلعبوا دور مختلف. خليني اخبركم على حاجه يعني عشان هي مش منتشر قوي، فخلوني اكمل بقيه الانواع الاساسيه وكده ارجع لكم حكايه الايه الفكاهه دي. يعني دي كده الانترسكت، ماشي؟ خلينا نشوف الديفرنس، لان الديفرنس منتشر ومهم. ديفرنس منتشر ومهم، اللي هو هجيب اللي في الاولى ومش في الثانيه، اللي هو اللي يعتبر الاوتر جوين لو الناس اللي عارفه الداتابيز، اللي في الاولى ومش في الثانيه، او اللي في الثانيه ومش في الايه؟ مش في الاولى. ديفرنس. وممكن اعمله بالماينس، اعمله بالايه؟ بالطرح. انا لو جيت عملت كده وخليت دي الست السبعه، وهنا نقطه باين له ايه؟ ومعامل بس عامل ماينس ما بين الاثنين، يعني معامل اللي في الاولى ومش في الايه؟ مش في الثانيه، صح؟ ودي اتفقنا اسمها ايه؟ ديفرنس. العلامه اللي هي الماينس، وهنا هجيب الديفرنس بس بالفانكشن اللي اسمها ديفرنس. فدي هخليها خلاص ديفرنس دي، وهطبع بقى ايه؟ هطبع في الست السبعه، صح؟ وهنا دي هخليها اوردر ستاتس 8، وهتبقى اوردر ستاتس 1 بس مش انترسكت، تبقى ايه؟ ديفرنس. الديفرنس ما بينها وما بين الاوردر ما بين الايه الثانيه. وهطبع طبعا الايه رقم 8. فالديفرنس هتجيب لي لو عملت ران جابت لي اللي في الايه؟ الاولى ومش في الثانيه. فجابت لي الكانسل والبيندنج والشيبنج والريفاند. ايه اللي ما جابتهوش؟ الكومبليت. الكومبليت بس. لكن جابت لي كل حاجه موجوده في الاولى ومش موجوده في الثانيه. خد بالك؟ دي تختلف لو عملت العكس. بمعنى ايه؟ هاخد نفس الكلام ده كده كابي تاني. لو عملت كده، لو خليت دي 9 وخليت دي 10، عكست، خليت تيتس اوردر تيتس 2 ناقص اوردر تيتس 1، فكده يجيب لك اللي في الثانيه ومش في الايه؟ ومش في الاولى. عمل عمليه عكسيه، عمليه عكسيه. واخدين بالكم؟ فاهمين الفكره ولا؟ ولا لا؟ هنا عمل عمليه عكسيه، كانك بتقول مثلا 5 ناقص 7 غير 7 ناقص 5. عادي جدا يعني، نفس المنطق يعني. صح ولا ايه؟ مفهومه ولا مش واصله؟ يعني اللي هنا ومش هنا هو البيندنج كومبليتد موجود، شيبنج كانسل ريفاند 4. العكس هيطلع لك البيض والبارشل بيض. هيطلع لك البيض والبارشل بيض، لان دول هم اللي ايه؟ اللي الثانيه ومش موجودين في الاولى، هيطلع نتيجه مخالفه، نتيجه مختلفه.
فلو بتسأل في خمسة يعني دكتور يعني بيتم دكتورة مثلا الأوردر مثلا رقم اثنين هو بيصير الماستر صح؟ لا اه لان انت بدات فيه صح؟ نعم لما قلت له ده ما بين الاوردر الثاني والاوردر الاولاني بقى ايه اللي في الثاني ومش موجود في الاولاني؟ في الاولاني غير لما كنت اعمل العكس كنت اقول ايه اللي في الاولاني ومش موجود في الايه؟ في الثاني. فطبيعه الحال هنا طلع لي الريفاند والكانسلد والشيبنج والبيدنج والبيدنج في الثاني طلع لي البارشال بيد والبيد كده كده الاثنين في الاثنين الكومبليتد ما ظهرتش لان الديفرنس بيجيب المختلف فعمر ما كومبليت تظهر لان هي الوحيده اللي مش مختلف هي الوحيده اللي بتظهر في الانتر سيكت يعني تعتبر عمليه الديفرنس عكس عمليه الانتر ايه الانتر سيكت واضح دكتور ولا ايه؟ طيب في حاجه برضو في الديفرنس اسمها السيمتريك ديفرنس هو عباره عن الاثنين ديفرنس بس باختصار يعني ايه الاثنين ديفرنس يعني عايز اجيب اللي هنا في الاولى ومش في الثانيه واللي في الثانيه ومش في الاولى اللي هي دي اسمها السيمتريك ايه سيمتريك ديفرنس اللي في الاولى ومش موجود في الثانيه واللي في الثانيه ومش موجود في الاولى اما المشترك انا مش عايزه المشترك ده انا بجيبه بالانترسكت مش عايزه يعني يعتبر مجموع الاثنين يعني اكنك عملت A difference B وعملت B difference A نعم جبتهم مع بعض يسموهم symmetric A difference جبناه رسمه موضحه فكره وبنستخدم العلامه دي بنجيبوها من على الكيبورد شيفت وست تمام العلامه دي هي ايه عامله زي دماغي صغيره فوق طب لو حبينا نعملها الاكزامبل بتاعنا هو عايز انا المعكوس ده عشان دي مش تفرق معاه معكوس ولا مش معكوس صح؟ يعني بنجيب اللي هنا ومش هنا يعني بنجيب الاثنين كده كده مش فارق معاه ده ولا ده فانا هعمل دي مثلا 11 قوم جاي هنا عامل علامه شيفت وايه؟ شيفت وسته وقول بقى ايه؟ ودي اسميها سيمتريك ديفرنس اتمنى ما كتبت فيها غلط بس في المهم سيمتريك ديفرنس ماشي اوردر 11 السيمتريك ديفرنس ما بين الاثنين ماشي 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 بالعلامه اللي هي 6 و4 11 وهعمل بقى 1 2 12 بس مش هكتب ديفرنس هكتب سيمتريك ديفرنس فور ديفرنت بالاثنين ماشي ودي هنقول احنا استغلنا بيها فانكشن اسمها سيمتريك ديفرنس واطبع عليه 12 سيمتريك ديفرنت هيجيب كل حاجه في الاثنين البيندنج كومبليتد لا عشان مشترك والشيبد والكانسلد والريفاند والبيد والبارشال بيد وخلاص كومبليتد المشتركه دي الوحيده اللي هتستبعد ده المفروض جزء في خمسه كانسلت شيبت بيدنج بيد ريفاند بارشال بيد ومفيش كومبليت بس نعم تمام طيب عايز بس ايه اشرح حاجه بسيطه وبعد كده الايه ال بعد كده هاخد حاجة اسمها ال مش عارف ايه فقط الذاكرة ولا ايه السوبر ست والسب ست حاجة اسمها السوبر ست والسب ست يعني دي بتحوي دول يعني ممكن تكون في ست مثلا فيها 1 2 3 4 5 5 في ست تاني فيها 1 2 3 فنقول ان الاولانية دي سوبر ست ايه للتانية او اقول ان التانية سب ست من الايه؟ من الاولى فاهمني؟ طيب بس انا عايز اقول حاجه اخيره ونركز فيها مع بعض حاجه اخيره هي تيجي مره واحده اللي هي فين فين هي خاصه بالانترسكت
حاجه كده شبه الانترسكت. فاهمه مع بعضينا؟ بس دي عايزه مننا ثلاثة بتشتغل على ثلاثة ست، ما بتشتغلش على اثنين ست بس. ثلاثة ست. اللي اسمها أنا بس أستأذنكم بس أجيب الشاحن، بعد إذنكم سؤال أجيب الشاحن وأجي. تمام؟ إحنا بنجرب المرة دي حاجة اسمها الانترسكت، بس الانترسكشن ابديت. ابديت معناها تعمل تعديل، معناها تعمل تعديل. تمام؟ انا لو جيت بصيت على اي قيم الموجوده عندي، مثلا احنا كان عندنا الست اللي هي الاوردر اللي هي اول واحده خالص، فاكرين اول واحده خالص؟ نعم. عايز اعمل اقول لازم هما ثلاثة ست، الأولى والثانية والثالثة. فأنا هغير الأولى وأخلي فيها فقط اللي موجود في الثانية والثالثة فيها. لخبطة. يعني خلينا إيه نقول مثلا، أنا عارف إنها هتلخبط الدنيا. بس يعني هي آخر عملية فأنا لازم أقول إن شاء الله يعني. فأنا قلت مثلا ست 1 ماشي بتساوي بتقايل 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 ماشي يا بنت. وجيت بتعمل ست 2 بتعمل ايه؟ 7 و8 و9 و10 مثلا. ست ست ثلاثة عامل فيها ايه؟ عامل فيها مثلا ايه؟ 7.70.700 مثلا. ماشي يا شباب كده؟ معايا اهو ثلاثة ست واضحين قدامنا. وجاي اعمل ايه بقى؟ ست 1 تمام؟ دوت هقول له انتر سيكشن اندرسكور ابديت. يعني معناها ان ست 1 هتتغير، ست 1 هتتغير تمام؟ واديله بناء على ايه؟ هديله ست 1 كوما وست 2. انترسكشن يعني التقاطع. انترسكشن يعني التقاطع. فانا عايز اعمل حاجه برضو، انا هنا في 7 وفي 70 وفي 700، عايز احط هنا كمان 700. ليه؟ هقول لك بص، ال 700 مشتركه ما بين الست الثانيه والست الايه؟ التالتة. والستة مشتركة ما بين الست الأولى والست الثانية. صح؟ والسبعة مشتركة ما بين الست الأولى والثانية والتالتة، عشان نلاحظ الفروق. في عندي واحدة مشتركة ما بين الأولى والثانية. واحدة مشتركة ما بين الثانية والثالثة. ممكن نعمل واحدة مشتركة ما بين الأولى والثالثة، عادي برضه مفيش مشكلة، اللي هو مثلا ممكن أحط واحد. بقى عندي في الاولى مشترك في الثانيه، في الاولى مشترك في الثالثه، في الثانيه مشترك في الاولى، في الثانيه مشترك في الثالثه. خلاص كده؟ وفي رقم مشترك في الاولى والثانيه والثالثه. خدت بالكم من القصه دي؟ نعم. تمام. فانا هنا هقول له ايه؟ هقول له بريت لي اللي هي الست الاولى بقى بعد الحدث وتتغير بناء على التقاطع اللي هيتم ما بين الحاجات دي. خد بالك بقى جاب لي ايه؟ ركز. الست الاولى والست الثانيه، انا عملت ست اولى وست ثانيه عشان كده اتلخبطت، انا قلت في ست ثانيه وست ثالثه، ثلاثه ست عشان نقدر نجرب بينهم صح؟ هرجع تاني التشغيل معلش. جاب لي ايه؟ سبعه. جاب لي سبعه بس. عملت ليه الارقام دي؟ عشان ما تتخيلش ان هو جاب الانترسكشن ما بين 62 و 63. ان لو جاب الانترسكشن ما بين ال 62 وال 63
كان هيجيب السبعه وكان هيجيب ال 800 صح؟ كان هيجيب السبعه ويجيب الايه؟ ويجيب ال 700. وفعليا السبعه موجوده وال 700 موجوده، ده التقاطع اللي ما بين ال 6 2 و 6 3. لكن مين منهم اللي موجود في 6 في 6 1؟ مين منهم اللي موجود في 6 1؟ السبعه بس. ولذلك طبعا السبعه بس. ولذلك طبعا السبعه بس. لما كنا عاملين كده ممكن اعمل كده، اقول مثلا في 6 3 واخليها انترسكت ما بين 6 1 و 6 2 ماشي، واطبع ال 6 ايه؟ 6 3 عشان ااكد عليك برضو ايه اللي بيحصل. جاب لي السبعه. ايه التقاطع ما بين 6 1 و 6 2؟ 1 و 2 السبعه مشترك والسته ايه؟ 6 مشترك. 6 مشترك. راح 6 3 مين فيهم موجود في 6 3؟ مفيش غير مين؟ 7 7 7 طيب برضه ما وضحتش قوي. خلينا نقول ايه؟ نجربها تاني مره اخر مره مع 6 ايه؟ 2 واخليها ما بين 1 وايه؟ 1 و 3 4 6 2 ماشي؟ جاب لي 7 برضه. 6 1 و 6 3 مين اللي فيهم؟ الواحد والسبعة. السبعة والواحد. طب مين فيهم الموجود في 6 2؟ بيجي في مين؟ السبعة. فيعتبر بيعمل يعني المشترك ما بين الثلاثة. بس بيعدل الأولانية اللي هي العنصر بس هو اللي بيتم تعديله فعلا اللي هو ده الست بتاعته بس. اللي هو التقاطع ما بينهم وخلصنا. فهمناها يا شباب؟ تمام. طيب. هي بصراحه مش مستخدمه قوي لكن هي اخر واحده نتعرف عليها مفيهاش مشكله. طيب دي كده كان كل العمليات البيزكس الاساسيه كسيتس. لكن في حاجه برضو مهمه يعني اسمها الكومباريزون، ودي موجوده برضو في السيتس. اخر حاجه هنقولها في السيتس تمام. خدها مثال 80 امسح كل الكلام ده خالص. ماشي؟ ومعامل اوردر ستيتس 3 ماشي؟ احط فيها حاجتين بس، احط فيها كانسل وحط فيها كومبليت ماشي. ان شاء الله هي ال 10 دقايق نكون خلصت في الحته دي باذن الله يعني باذن الله. برنت هقول له برنت ايه؟ الاوردر ستيتس 1 هل هي اكبر يعني سوبر ست من الثانيه او الثانيه سب ست من الاولى؟ فهمت فكرتها؟ يعني ايه؟ يعني هل الاولى هي الاعم من الثانيه؟ هل الاولى تحتوي كل الثانيه؟ دي اسمها سوبر ست ماشي؟ السب ست معناها هل الثانيه جزء من الاولى؟ دي معنى سب ست. فهمت ولا ايه؟ تمثلها بايش سب ست؟ نعم سبست بتمثلها بايش؟ يعني هي اكبر الاصغر دي هو هي الاكبر سوبر آه هي هي الاصغر نعم. سبست بس هي هي اقول له مثلا ايه سوبر ست اوف هتبقى كده سبست اقول ستيتس 1 هل هي سوبر ست من ستيتس 2؟ هيرد عليا طبعا يقول لي اه يا ايه يا لا صح؟ ارجع اعمل نفس الكلام الاوردر ستيتس سوبر ست من الاوردر ستيتس 3 تمام؟ كنترول اس واشوف الاولانيه قال لي فولس الثانيه قال لي فولس ازاي؟ كانسل بصوا خدتوا بالكم كانسل انا عامل طبعا ان الثالثه كانسلد وكومبليتد عشان تبقوا هما الاثنين موجودين فين؟ يبقى هي سبست بس انا هنا كانسلد ناقصه ايه؟
لازم يكونوا زي بعض عشان ما يشوفوهمش مختلفين. اعمل رن، الاولى قال لي لا دي مش سب سيت من دي، الكومبليتد مشتركه لكن فيها حاجات مميزه ما تنفعش تكون جزئيه من دي، اللي هي بتبقى دايره جوه دايره، عارفينها؟ هي بتعمل كده، لو هنعملها كده هنقوم جايين عاملين كده. ده يعمل ايه؟ كده. رسم كده. دي كده اسمها سب سيت من دي. يعني لو دي سيت ايه؟ سيت 1 دي اسمها سيت 2. بنقول في الحاله دي سيت 2 سب سيت من سيت 1. صح؟ لكن سيت الثانيه دي عامله كده اللي هي سيت 3 كانت عامله كده. يعني احنا ممكن نغير بس في المسميات عشان تبقى مطابقه تماما للي احنا بنعمله. دي سيت 3 فعليا طبقا للمثال اللي احنا عاملينه. ودي سيت ايه؟ ودي سيت 2. ليه؟ بص كده على المثال. اهو. سيت 1 فيها البندنج والكومبليت والشيبد والكانسل والريفاند. اوردر سيت 2 فيها بيد، ده مشترك، يبقى هنا في بيد كده ما بينهم. اسف، في كومبليتد هنا ما بينهم. لكن بيد وبارشال بيد بره، مش موجودين اصلا في الست 2 في الست 1. الاوردر ستاتس 3 اللي هي الست الثالثه كانسلد موجوده وكومبليتد موجوده، هما الاثنين يعتبروا جزء من الايه؟ من الست الكبيره. صح؟ نعم. تمام؟ طبعا نفس الكلام ده انا اقدر اقوله بشكل عكسي تماما. لو جيت قلت ايه الاوردر ستاتس 2 هنقول ايه؟ سب ست من 1. كل اللي عاملينه انا هغير الايه؟ الاشاره بس. صح؟ نفس الكلام اقدر اقول واتس الثالثه هي سب ست من الاولى، وغير بس الايه؟ الاشاره، ويرد عليا يقول لي طبعا فولس الاولانيه والثانيه ترو ونفس المعنى. لو جيت عملت رن شوف ايه اللي حصل، هو طلع لي اثنين فولس. طب كده فولس الاوردر ستاتس 1، تعال بص على الرسمه بتاعتي. طيب الستاتس 1 هي اصغر من الستاتس 2 اللي هي دي؟ لا طبعا، وهي ولا اصلا ولا سوبر ست ولا سب ست. طيب اوردر ستاتس 1 اصغر من اوردر ستاتس 3، المفروض العكس. عكس صح؟ لان انا غيرت العلامه. لو غيرت العلامه غير العنصرين. العلامه غير العنصرين، يعني خلي دي لما غيرت العلامه يبقى دي 2 ودي ايه؟ ودي 1. يبقى دي 3 ودي اللي ايه؟ 1. يبقى كما غيرت العلامات اغير كمان مين؟ العناصر. دي معايا صح؟ تبقى مفهومه صح. يبقى فولس والثانيه ترو. صح؟ لان دي سب ست من دي. دي سب ست سب ست. اخر حاجه في السب ست وما سب ستش والكلام ده اللي هو الاثنين متطابقين، ولا اللي هي اسمها ايكويفالنت. الايكويفالنت التطابق. ما عندناش حاجه متطابقه يا جماعه. ما عندناش شيء متطابق. بس هعمل لكم شيء متطابق عادي جدا. ممكن اعمل كده. خلي 4 وممكن اغير الايه؟ الترتيب. المفروض ان الترتيب ما بي ايه؟ ما بيفرقش في الايه؟ الست. اشتبهنا؟ كانسلد كومبليتد كومبليتد كانسلد، مش فارقه. فلو جيت هنا عملت قلت الاوردر ستاتس 1 ايكويفالنت تو اوردر ستاتس 2، بقارن ايه؟ واحد باثنين، بقارنها بايكواليتي عاديه جدا اللي هم دول. هل هقارن دكتور ب 3 و 2 3 و 4؟ هقارن بقى بين 3 و 4 عشان تجيب لي ترو، دي هتجيب لي فولس. اه صح؟
عايز اجيب لك واحده كده نعم. واحده صحيح. ف ودي 3 ودي 4، مقارنه 3 ب 4 المفروض 3 و4 هيطلعوا ايه؟ ترو. فعلا دول ايكويفالنت او متساويين. جزء ب 5 فالاولانيه اللي طبعا الاولى مش ايكويفالنت الثانيه، لكن الثالثه ايكويفالنت الرابعه. تمام؟ دي الايه؟ العمليات الاساسيه لفكره الست وازاي نتعامل معاها. انا بس كنت عايز اقول هل في اي سؤال يا شباب في الست؟ الست خلصت. ما عندناش الراجل الحمد لله في البرمجه يعني، فالموضوع انتهى. لكن في حاجه اسمها فروزن ست. بس خلينا الاول في الست دي. بس الصوره دي عشان ما تضيعش مني طلع معايا. اللي هي دي بقى نتكلم على الايه؟ على الكومبارزن. كومبارزن قلنا اللي هم موضوعين اساسيين اللي هي السوبر ست صح؟ والسب ست والايه؟ والايكويفلنت. مين سب ست مين ومين كده نكون خلصنا الست ان شاء الله. انا عملت لكم رفعت لكم الفيديوهات بتاعت اللايف كلها عملتها في الليست منفصله عشان حسيت ان الموضوع ملخبط. عملت بلاي ليست كامله لللايف لوحده وبلاي ليست ثانيه جهزتها لكم هتبقى المسجل لوحده ان شاء الله هبعتها لكم بحيث يبقى العمليه واضحه. اللي عايز يذاكر من المسجل واضح واللي عايز يذاكر من اللايف واضح. في وان شاء الله ابعت لكم الاكزامبلز اللي اتكتبت كلها او انا بعتها لكم ان شاء الله يعني بكره ولا حاجه. وكده معادنا ان شاء الله امتى؟ النهارده السبت ثلاث باذن الله. الله المستعان ان احنا نحضر ان شاء الله. طيب استاذنكم واشكركم طبعا وفي سلام عليكم وبركاته. شكرا يعطيك العافيه دكتور. السلام عليكم. سلامتك.